السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. النهاردة ان شاء الله جايبكم فيديو جديد ووصفة جديدة. وصفتنا النهاردة سهلة وبسيطة وان شاء الله هتجيب معاك نتيجة كويسة جدا. الوصفة النهاردة يا جماعة لتفتيح وتبييض البشرة في اسرع وقت، تمام؟ فاحنا النهاردة ان شاء الله كده هنعمل لكم وصفة بسيطة بس في نفس الوقت هتفتح معاك البشرة. طبعا داخل علينا اعياد، كل سنة وانتم طيبين. محتاجين بقى ان احنا كلنا نهتم بالبشره بتاعتنا شويه. طبعا ان شاء الله انا هعمل لكم وصفه كويسه جدا على اساس الناس اللي هي حابه تبيض بشرتها وتخلي بشرتها صافيه وجميله، تبقى نقيه من اي شوائب اي حبوب، الكلام ده كلته هنعملها لكم باذن الله. في نفس الفيديو برده هيبقى فيه وصفه تانية لازاله الشعر بطريقه سهله جدا، لا هنبقى في بقى لا سويت ولا حلويات ولا اي حاجه، هتبقى وصفه برده من بيتنا كده سهله وبسيطه هتزيل معاكي الشعر اللي في الوش كله، تمام؟ او في الاماكن الحساسه عامه. طيب نبدا الاول كده يا جماعه بالوصفه بتاعتنا. قبل ما نخش الفيديو يا ريت نحط لايك للفيديو، عايزه لايكات يا جماعه كتير للفيديو، واللي لسه بيشوف قناتي يا ريت يعمل اشتراك للقناه ويفعل الجرس عشان ان شاء الله يوصلوا مني كل جديد. شير الوصفه عشان بنات كتير تستفيد من الوصفه بتاعتنا النهارده. يلا بنات كده نجهز مع بعض اول وصفه وتابعوا معايا ان شاء الله للاخر علشان تستفيدوا اكتر من الوصفه بتاعتنا وتعرفوا الخطوات بتاعتها بالظبط. ده كده انا معايا معلقتين من النشا اهوت، وخلي بالكم يا جماعه الناس اللي ما عندهاش نشا ينفع دقيق برضه. الوصفه ديت تنفع يتحط فيها دقيق بدل النشا، يعني ممكن تستبدليها بدقيق، تمام كده. ده اول مكون معانا. تاني مكون بقى اللي هو الكركم، معلقه كبيره برضه كده من الكركم. ده كده يا جماعه الكركم طبعا كلتنا عارفين فوائده وعارفين ان هو بيبيض البشره وبيخلي البشره صافيه وجميله، تمام كده. يبقى احنا كده معانا حطينا النشا مع الكركم. تاني حاجه معايا بقى الزبادي. ده كده انا معايا الزبادي برده، لو انت عندك حليب حط حليب، هتحل محل الزبادي عادي المتوفر عندك حطيه، هيديك نتيجه كويسه جدا. الحليب الزبادي يا جماعه ده كويس جدا في ترطيب البشره. هنمسكه بالشكل ده كده. في برضو مكون تاني هنحطه، ده هيبقى كويس جدا ويخلي بشرتك ناعمة جدا اهو، عشان يوضح كده معايا اكتر بالشكل ده كده. زي ما انتم شايفين معايا بقى اخر مكون معايا اللي هو ميه الورد، هاخد بس منه حاجه بسيطه يعني معلقه ملو ومعلقه صغيره زي دي. بس مش عايز اكتر من كده. ده كده يا جماعه المكون عندي او الوصفه بتاعتنا بقت بالشكل ده كده، بدوبها كويس عشان ما يبقاش فيها اي تكتلات بالطريقه دي كده. دلوقتي كده هي اصبحت جاهزه معايا وبقت بالسم كده اللي انتوا شايفينه ده. طيب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنعمل يا جماعه هنغسل البشره بتاعتنا بشويه ميه دافيين، بس دافيين خالص زي دي ملعين كده، تمام. وبعد ما نمسح البشره بتاعتنا بعد ما غسلناها بالشكل ده كده، هقوم جايبه المكون او الوصفه بتاعتي زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده اهو، وهبدا ان انا ادهن البشره. بالطريقه دي كده زي ما انتم شايفين كده، حركه دائريه كده اهوت اهو. ده بتبقى كويسة جدا بيخلي البشرة كويسة يا جماعة، الحركة دي بتخلي البشرة صحية وكويسة، ده يعتبر بتجدد خلايا البشرة بالشكل ده كده. ده طبعا هسيبها كده على البشرة بتاعتي حوالي 20 دقيقة، يعني لغاية كده ما احس ان هي بدأت تجف معايا. بعد كده برضو هنغسلها بشوية مية دافيين خالص وان شاء الله هتشوفي النتيجة بعينك، تمام. تعالوا بقى نحضر الوصفة اللي بعدها.
ودلوقتي يا بنات هنجهز الوصفه التانية بتاعتنا. زي ما قلت لكم الوصفه دي هتبقى خاصه بازاله الشعر، تمام، وكمان هتخلي البشره بتاعتك نضره وهتبيض البشره. طيب احنا دلوقتي عملنا الوصفه الاولانيه دي يا جماعه خاصه بتبييض البشره ونضاره البشره، تمام، عشان اي بنت طبعا داخل عليها مناسبه، داخل عليها اعياد، تقدر ان هي تعمل الوصفه زي ديت. وان شاء الله يا جماعه كل يوم هنزل لكم برده وصفه للبشره، ده هتبقى كويسه جدا. الوقت يا جماعه هنعمل الوصفه بتاعتنا الثانيه اللي هي ازاله الشعر، وفي نفس الوقت برده هتدي لبشرتك اضاءه مشرقه وهتدي البشره نضاره، تمام. معايا دلوقتي المفروض لو انت يعني بتعملي الوصفه بتاعتك بالمعلقه الكبيره بتاخدي معلقتين اتنين، انا دلوقتي بعمل بمعلقه الشاي صغيره، يعني دلوقتي كده هاخد حوالي 4 معالق، انما لو انت بتعملي بمعلقه كبيره ممكن تاخدي معلقتين اتنين بس. ده كده 4 معالق سكر اهو، وعلى حسب برضو الكميه اللي انت محتاجاها. هاخد 10 معالق من الميه، ده كده 10 اهوت، بعد كده معايا الليمون، هاخد ملو الليمون يعني ايه، يعني لو انت عندك العصير بتاع الليمون سايب ممكن تاخدي معلقتين اتنين، ده هيبقى كويس جدا. ما عندك شيء عصير الليمون كاملة. الليمون ده يا جماعة ده بيعمل على تفتيح البشرة، وطبعا زي ما انتوا عارفين ان السكر مقشر طبيعي، تمام كده. ده كده الوصفة جاهزة معايا. طيب هنستخدمها ازاي بقى؟ اهي انا مش عايز السكر يدوب فيها ولا حاجة، والافضل انه يكون السكر حبيبات زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده كده. طيب هنستخدمها ازاي بقى؟ طبعا زي ما انتم شايفين نعتبر دي البشرة بتاعتنا، وهناخد بالشكل ده كده عصير الليمون بالمية بالسكر على البشرة كده، وهبدأ بحركة دائرية كده هوت زي ما انتم شايفين، نفس ما عملت المرة الأولانية برضو هنعمل في المرة التانية بالطريقة دي كده، ونفضل نفرك على البشرة بتاعتنا كل المناطق اللي فيها شعر، منطقة طبعا منطقة البشرة كلها بتاعت الوش اهي بالطريقه دي كده. لو انت عندك اي اماكن تانية برضو ممكن ان انت تعمليها بالشكل ده كده اهو. نفضل فتره كده نقعد نعمل بنفس الطريقه دي كده. اصلا السكر يعتبر ده مقشر طبيعي اهو زي ما انتم شايفين كده، ولو ملاحظين دي لو في بقى اي شعر في الوش مهما كان بقى في الدقن في الوش مهما كان شعرك او تقل شعرك اللي في الوش ده ممكن تستعملي الطريقه دي هتبقى كويسه جدا. لو حتى لسه في شعر طالع منبت ده بيقضي عليه تماما. دي برضو يا جماعه الوصفه دي مش بتشيل الشعر بس، لا دي بتعتبر بتنقي البشره، بتشيل الجلد الميت، بتنقي البشرة من كل الجسور زي الحبوب زي الحاجات دي كلها، ده يعتبر يعني بتطهر البشرة معاك بالطريقة دي كده. نفضل نعمل برضو زي ما احنا بالطريقة دي كده لغاية ما نحس ان خلاص يعني البشرة نعمل تحت ايدينا زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. ده كده يا جماعة هنقعد نفرك البشرة بتاعتنا لمدة 15 دقيقة زي ما انتم شايفين بنفس الطريقة دي كده، تمام. دي هتقضي على نمو الشعر واحده واحده، او مع تكرار الخلطه ديت ده هتبص تلاقي الشعر بدا ان هو ينتهي معاكي تماما. هنعمل الوصفه ديت قد ايه في الاسبوع؟ هنعملها او هنكررها مرتين في الاسبوع، تمام. ده بقى يا جماعه ده خلال مرتين او ثلاثه من استعمال الوصفه ديت، دي هتبص تلاقي الشعر انتهى تماما من بشرتك. طبعا انا هسيبها كده حوالي يعني 15 دقيقه وبعد كده هنغسلها وهوريكم. دلوقتي كده يا جماعه غسلت ايديا اهي زي ما انتم شايفين كده، ما شاء الله تبص تلاقي ان هي بدأت تفتح معايا، واحدة واحدة تبص تلاقي الشعر انتهى من البشرة او من الايد تماما. وزي ما قلت لكم اي منطقة انت عايزة تفتحيها وتشيل الشعر منها ممكن تعملي الوصفة اللي احنا عملناها ديت وبنفس الحركة اللي احنا عملناها دي. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، اتمنى يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، ولسه بشوف قناتي يعمل اشتراك للقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.